وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام
فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله
ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين
وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام
فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم، إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم، إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم، إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم، إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم، إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم، إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم، إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله
ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين